نعم، أتفق مع حضرتك أنه هنالك تغيير نسبي، أن طالبان هي أكيد هي ليست طالبان ما قبل عام 2001 أو في عقد نهاية عقد الثمانينات، لكن يعني الآن ما تقوم به طالبان ربما هو مجرد تكتيك لمرحلة أنه تطرح نفسها كحركة سياسية أكثر مما تكون كحركة ثورية تكون مقبولة، وتحاول أن تطمئن الأطراف الدولية والإقليمية ودول الجوار بأنها سوف تحترم الحريات وحقوق الإنسان، وكذلك سوف لا تقوم بتهديد الأمن الإقليمي والأمن الدولي. لكن ما هي هذه المصداقية وكيف يمكن الوثوق في هذه الحركة؟ هذه الحركة قائمة على أيديولوجية متطرفة، ولذلك هي أقرت أو أصرت أن يكون هنالك إمارة إسلامية بين مزدوجين، وهذا يعني بأنها سابقة ربما في عهد الديمقراطيات. ما يتعلق في القاعدة لم تكن بعيدة عن المشهد بين المزدوجين الجهادي في أفغانستان. القاعدة كانت هي المحرك الدافع إلى أفغانستان، إلى طالبان في داخل أفغانستان، كانت أيضا تقوم بالحصول على التمويل ومصادر التمويل والعلاقات العامة، وتنفيذ أيضا عمليات لصالح طالبان. فإذا العلاقة ما بين طالبان والقاعدة هي كانت وما زالت موجودة. الموضوع هنالك فرض واقع من قبل طالبان يتطلب من المجتمع الدولي ربما قبول طالبان، لكن يجب أن تكون هنالك تفاهمات مع طالبان كيف سيكون النظام السياسي في أفغانستان، كيف تدير طالبان الأمور. هذه التفاهمات ما بعد ذلك ربما تقرر الأطراف الدولية ودول فاعلة خاصة الاتحاد الأوروبي وربما نعم. أطراف أخرى بالتعامل مع طالبان. نعم، سوف أتي إلى جزئية الاتحاد الأوروبي. أتحول للسيدة داليا. سيدة داليا، تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقاد لاذع من خصومه السياسيين وأيضا من وسائل الإعلام المختلفة، ونحن ننتظر كلمة لها. ما المتوقع أن يأتي في هذه الكلمة، وكيف سوف يؤثر الوضع في أفغانستان عليه برأيك؟ يعني مهما كان الانتقاد اللاذع الذي تتحدث عنه هو لا يكفي للمشاهد المخجلة والمحرجة والمؤسفة التي شاهدها كل أمريكي وشاهدها العالم كله على شاشات التلفزيون. كل ما قاله بايدن خلال الشهرين الماضيين عن أفغانستان طلعت معلومات غير صحيحة. عندما سئل هل طالبان ستسيطر قال لا، وهي كل هذه المعلومات التي تحدث عنها عن أي شيء عسكري هي ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين كان مخالفا لذلك. هذا يعني شيئين لا ثالث لهما. أما أن المعلومات الاستخباراتية والمعلومات التي تأتيه من العسكر على الأرض هي معلومات خاطئة، وهذه مصيبة بعد وجود العسكر لعشرين سنة. أما أنه يعرف الحقيقة ويعرف ماذا لكن أنت قلت يا سيدة داليا العشرين سنة، يعني بايدن كان قبله ترامب وكان قبله أوباما وكان قبله بوش وما إلى ذلك، يعني هل هو يتحمل هذه التراكمات لوحده؟ بالتأكيد فهو القائد العام للقوات المسلحة اليوم، وإذا كان يعلم كيف حال الأوضاع العسكرية في أفغانستان ولم يكون صريحا مع المواطن الأمريكي فهذه فالطامة الكبرى، أنه يتحمل المسؤولية كقائد عام للقوات المسلحة بعدم وجود أي خطة للانسحاب بهذا الشكل المفاجئ. يعني المشاركون معه لا الحلفاء، لا الأوروبيين عندهم خبر ولا حتى الأفغان عندهم خبر. ما صار هو تسليح مجموعة إرهابية طالبان اللي هي فعلا هي مختلفة عن طالبان الثمانينات، لكنها أفضل تدريبا وأفضل وأكثر التكنولوجيا عندها أكثر تطورا من أول يوم. يعني بعدهم لسه الأمريكان مش طالعين، تم إعلان الإمارة الإسلامية في أفغانستان. ماذا نتوقع؟ يعني اليوم نجح بايدن بتكوين دولة إسلامية
في هذه المنطقة. يعني ما يحدث لا يمكن يعني لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولا يمكن أن نترك بايدن ونترك وزير الدفاع ونترك وزير الخارجية أو أن يتركوا بدون طيب. مساءلة وبدون سوف أتي لهذه الجزئية، جزئية المساءلة إن كانت موجودة. أتحول لي السيد حسن الشهري من الرياض. سيد حسن، ما رأيك حول كل وعودات وتعهدات طالبان بأنها سوف تكون متنورة منفتحة، مع العلم بأنها خلال عملية الزحف إلى كابل وأيضا خلال عملية الوصول إلى كابل حدثت عمليات اقتحام للسجون وأطلق سراح من كانوا متهمين بالانتماء لجماعات جهادية وتكفيرية؟ عادة المؤدلجين لا يتخلون عن الأدلجة لأنها جينات في دمائهم، وبالتالي حتى وإن استمعنا في بيانات إعلامية وسياسية من الحركة أنها ستتغير، ولكن التلون لديهم من ضمن الأجندات. الأهم في نظري أن أمريكا فقدت مصداقيتها مع الأسف، ولطخت سمعة الولايات المتحدة والناتو بهذا الانسحاب المذل والمهين والسريع، و هذه المرة الثانية التي تنهزم الولايات المتحدة فيها أمام الإرهاب. أعلنت انتصارها على داعش في العراق ولم تنتصر، وداعش لا زالت موجودة في العراق، عفوا في أفغانستان، دفعت الملايين وعشرين عاما. وتحدث الرئيس بايدن عن تجنيد 300,000 ودفع المليارات وجيش منظم وقيادة عسكرية، وبالتالي ما حصل في الموصل تكرر في كابل. أنا في اعتقادي حتى الحلف الناتو أيضا تم تلطيخ سمعته، وكارثة في حق النظام. الرأي العام وأنا أحدهم يرى أن الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها، تبيح حلفائها بل تهينهم أحيانا وتمكن أعدائهم منهم، وبالتالي إذا كانت هذه هي السياسة القادمة فلنرجع للتاريخ. قبل دخول أمريكا لأفغانستان كان هناك الاتحاد السوفيتي، ولكنه انسحب، وبعد عامين من انسحابه تحلل وسقط الاتحاد السوفيتي وأصبح شذر مدر. هل سيكون القدر على أمة مثل أمريكا بعد عامين من الآن أن تتقسم، أم أن الجمهوريون سيكون لهم دور آخر للقضاء مع الأسف على ما يعرف باليسار الديمقراطي أو الدولة العميقة الأمريكية التي تعوث بالأرض فسادا؟ سيد حكمة، أعود إليك. قطر التي رعت محادثات المصالحة الأفغانية، برأيك ما هو دورها القادم، خاصة وأنها تحدثت عن المساعدة في عملية الانتقال السلمي للسلطة؟ بالفعل الشارع الأفغاني تنتظر إلى تشكيل الحكومة الشاملة التي تشمل فيها كافة الأجنحة السياسية. دون شك أن لدولة قطر دور، لكن الشيء المطلوب، النتيجة المطلوبة التي تطالبها الشعب الأفغاني هي استقرار والعمل المشترك. حتى الآن لم نشاهد الاستقرار المطلوب، ولم نشاهد التطور في الوضع السلمي، ولم نشاهد التطور في قيام أو تشكيل دولة المشتركة من الأجنحة السياسية. وأكيد أن هناك مساعي لا تزال جارية، وعدة قنوات الدبلوماسية العالمية شغالة في هذا المجال، لكن حتى الآن ما طلعت النتيجة منها. نحن كشعب الأفغاني لقد عرفنا أن الولايات المتحدة لقد خسرت أمام حركة طالبان، وهي التي سوف تتحمل كافة المسؤوليات أمام التاريخ وأمام المجتمع الدولي. ولا يوجد أي مبرر عن هذه عما يحدث في أفغانستان للولايات المتحدة، وهي سوف تجيب كل ما يحدث على مشهد الأفغاني من الدمار والقتل والضحايا التي وقعت خلال 20 عاما. يعني أنا كأفغاني حتى الآن لا أعرف لماذا جاءت الولايات المتحدة إلى أفغانستان، ولماذا راحت بهذه السرعة. يعني ما هي نتيجة تواجدها هنا خلال 20 عاما؟ أكيد أنها هي جاءت لمصالحها، لكن دمر البلد وقتلت آلاف من الأبرياء خلال هذه الأعوام الماضية.